لماذا يا عريسي أيها الكذاب؟ أيها الكذاب، لماذا تجلس على الفضائيات لتقول روايات مزورة، لتصنعوا من عمر بن الخطاب أسطورة؟ هو رجل المتهم الأول في اغتيال النبي، هو الذي أخذ الإسلام إلى طريق مختلف. سيدنا عبد الله بن عباس صدر عندما قال بوضوح: توشك أن تنزل علينا حجارة من السماء؟ نقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر يا ناس يا جماعة يزيحون رسول الله، يزيحون رسول الله من مقامه، وهم الذين أزاحوا عليا. إذا كل واحد يجب أن يعرف ما مقام أبي بكر وعمر. أبو بكر وعمر هم الذين أضلوكم، هم الذين أخرجوكم من طريق أهل البيت. لابد أن يعرف كل مسلم هذا. عمر وأبو بكر هم سبب ما نحن فيه. أي تزوير بعيد عن هذا سنحاربه، وسنظل نفضحه، وسنظل نعلم الأمة كلها ماذا صنع عمر وأبو بكر بالإسلام. إن عمر بن الخطاب قصة إسلامه تزوير، قصة هجرته تزوير، محاولته اغتيال رسول الله لا تذكر. يقول على سيدكم ونبيكم قبل الوفاة بثلاثة أيام، يقول الرسول: ائتوني كما ورد في البخاري ومسلم، ائتوني بكتاب أو بقرطاس أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا. يقول عمر: ما باله يحجر. يقول عن سيدكم رسول الله، يقول عنه يخرف، يقول عنه يحذي. هل يستحق من يقول على عن سيدكم، من يقول على سيدكم رسول الله يقول عنه انه خرف؟ هل يستحقون ان تترضون عليه؟ هل تقولون رضي الله عنه؟ هل تعلنون الولاء له على حساب علي بن ابي طالب؟ لو كنتم أمة محترمة لرجمتموه، لأنه سب نبيكم وسب رسولكم وأهانه قبل وفاة رسول الله بثلاثة أيام، ومنعه أن يكتب وصيته، وكان ابن عباس يبكي حتى تبل دموعه الحصى ويقول الرزية، كل الرزية، رزية الخبيث. ما حال بين رسول الله والكتابة؟ من الذي حال بين رسول الله والكتابة؟ أليس عمر بن الخطاب؟ قولوها. هل ستقولون بعد أن تسمعوا هذا إن طارقا شيعي؟ إنني أعلن لكم إن التشيع هو الإسلام، وأن من لم يتشيع لعلي بن أبي طالب فهو